معاهم مليارات وعايشين حياة الملوك، أغنى رجال أعمال في مصر. على رأس القايمة عندنا رجل الأعمال ناصف سويرس، واللي ثروته حوالي 8 مليار دولار، وهو الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات، واحدة من أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. اتولد سنة 1961 في مصر، وهو أصغر ابن الأنسي سويرس مؤسس شركة أوراسكوم. خد البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة شيكاغو سنة 1982، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة زيورخ، وبدأ حياته العملية في أوراسكوم سنة 1982 وشق طريقه، وبعدها بقى الرئيس التنفيذي الرسمي سنة 1998. وعلى إيده شركة أوراسكوم وسعت عملياتها برا مصر لدول كتيرة جداً زي السعودية والإمارات وقطر. في سنة 2018 ناصف سويرس امتلك 55% من نادي إستون فيلا الإنجليزي، وهو المصري الوحيد اللي عنده نادي في الدوري الأوروبي. أما تاني رجل أعمال فهو محمد منصور، وثروته حوالي 4 مليار دولار، رئيس مجموعة منصور، واللي هي مجموعة لبيع العربيات والعقارات والخدمات المالية. اتولد 1948، وخد البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة ولاية كارولينا الشمالية سنة 1968، وبعدها خد ماجستير إدارة الأعمال من جامعة أوبورن. وبعد ما كمل تعليمه دخل في مجموعة منصور اللي أسسها والده لطفي منصور سنة 1952، وقدر محمد منصور يسيطر على مجموعة منصور بعد وفاة والده سنة 1976. وعلى الرغم إن الشركة تأممت سنة 1965، إلا إنه قدر يوقفها على رجليها ويوسعها، وبقت الشركة مسيطرة على 9 من أكبر 500 شركة في مصر، وقدر يشتغل برا مصر كمان، وبقت مجموعته واحدة من أكبر الشركات الخاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وجنب مشاريعه التجارية كان منصور بيدخل في السياسة والخدمة العامة، فمسك منصب وزير النقل والاتصالات في مصر في الفترة من 2006 ل 2009. أما في المركز الثالث وبثروة 3 مليار دولار بيجي رجل الأعمال نجيب سويرس، وهو ابن أنسي سويرس مؤسس مجموعة أوراسكوم والأخ الأكبر لناصف وسميح سويرس. خد بكالوريوس الهندسة من جامعة برلين التقنية سنة 1978، ورجع لمصر واشتغل في شركة عيلته، وبقى في نهاية المطاف الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم تيليكوم اللي أسسها سنة 1998. وتحت قيادته كبرت شركة أوراسكوم تيليكوم علشان تبقى واحدة من أكبر شركات الموبايل في الشرق الأوسط وإفريقيا وأسيا، وتشتغل في أكتر من 20 بلد. ونجيب سويرس عنده أسهم في مناجم الذهب في مناطق مختلفة كمان، ما شاء الله يعني. أما الملياردير المشهور الراحل محمد الفايد فكان من ضمن أكبر وأغنى رجال الأعمال المصريين، رغم أنه عاش عمره في إنجلترا، إلا أنه ابننا برضه وثروته 2 مليار دولار، والمدة 30 سنة كان عنده محل هارودز الفاخر في لندن، واللي قدر يمتلكه سنة 1985، لكن باعه سنة 2010 للعيلة المالكة القطرية. وكان عنده فندق ريتز في باريس، لكن باعه سنة 2012، ده غير نادي فولهام لكرة القدم اللي امتلكه من سنة 1997 لحد ما باعه في 2013. أما آخر واحد فهو شفيق جبر، ثروته 730 مليون دولار. درس شفيق الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهو مؤسس ورئيس مجموعة أراتك للاستثمار والتنمية، وهي مجموعة بتشتغل في مجالات كتيرة زي العقارات والسياحة.